Allô? Genfer hat. ما ينفعش. فيس كام بتاعت مين؟ أني فيس كام؟ أني فيس كام؟ ما عنديش كاميرا بلاي ستيشن. فاهم اللي بقوله مش فاهم؟ لا طبعا. ايه بتقول ده؟ انت هندي؟ لازم البلاي ستيشن. نون شيء. ينفع عادي. يكون. نو يوكا ما ينفعش فيس كام بتاعت مين؟ أني فيس كام؟ أني فيس كام؟ ما عنديش كاميرا بلاي ستيشن. فاهم اللي بقوله مش فاهم؟ لا طبعا. ايه بتقول ده؟ انت هندي؟ لازم البلاي ستيشن. نو شيء. ينفع عادي. يكون. نو يوكا ما ينفعش فيس كام بتاعت مين؟ أني فيس كام؟ أني فيس كام؟ ما عنديش كاميرا بلاي ستيشن. فاهم اللي بقوله مش فاهم؟ لا طبعا.
تقول ده انت هندي لازم البلاي ستيشن نون نون شيء ينفع يكون نون يوكا ما ينفعش فيس كام بتاعت مين اني فيس كام اني فيس كام ما عنديش كاميرا بلاي ستيشن فاهم اللي بقوله مش لا طبعا تقول ده انت هندي لازم البلاي ستيشن نون نون شيء ينفع يكون نون يوكا ما ينفعش فيس كام بتاعت مين اني فيس كام اني فيس كام ما عنديش كاميرا بلاي ستيشن فاهم اللي بقوله مش لا طبعا تقول ده انت هندي لازم البلاي ستيشن نون نون شيء ينفع يكون نون يوكا ما ينفعش فيس كام بتاعت مين اني فيس كام اني فيس كام ما عنديش كاميرا بلاي ستيشن فاهم اللي بقوله مش لا طبعا تقول ده انت هندي لازم البلاي ستيشن نون نون شيء ينفع نون يوكا ما ينفعش فيس كام بتاعت مين اني فيس كام اني فيس كام ما عنديش كاميرا بلاي ستيشن فاهم اللي بقوله مش لا طبعا ده انت هندي لازم البلاي ستيشن نون نون شيء ينفع نون يوكا ما ينفعش فيس كام بتاعت مين اني فيس كام اني فيس كام ما عنديش كاميرا بلاي ستيشن فاهم اللي بقوله مش لا طبعا لازم البلاي ستيشن نون نون شيء ينفع نون يوكا ما ينفعش فيس كام بتاعت مين اني فيس كام اني فيس كام ما عنديش كاميرا بلاي ستيشن فاهم اللي بقوله مش لا طبعا تقول ده انت هندي لازم البلاي ستيشن نون نون شيء ينفع نون يوكا فيس كام بتاعت مين اني فيس كام اني فيس كام ما عنديش كاميرا بلاي ستيشن فاهم اللي بقوله مش لا طبعا تقول ده انت هندي لازم البلاي ستيشن نون نون شيء ينفع نون يوكا ما ينفعش فيس كام بتاعت مين اني فيس كام اني فيس كام ما عنديش كاميرا بلاي ستيشن
Thank you.
Tutti parlando di quello. شو بيه برضه نيجي نقابل برضه ناس تانية تقول لك بص بقى بص 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 الواد مثلا يشوف مثلا عيل عنده شهرين هو لسه مخلفه يقول لك بص بص ابني بص 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 هو شو لاحظت لما اشر عمل ايه بص ناحيه الكعبه اوه ايوه طب ده معناه ايه فاهمني ازاي دايما ايه اي حاجه كده بيخلوها بص شفت 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 بص للسقف ازاي ده شايف ملاك ليه شايف ملاك ده طفل تافه مش في اعصابه لان هو عنده 4 شهور كبير فبيبص في جميع الاتجاهات فاهمني اه سامع لو هذا البيبي مختلف هيشخ في التواليت على طول يقول لك بابا انا عايز اشخ في ويرجع تاني بيبي ليه دايما بنحاول نزق ان في كوزموبوليتان
مش سمعني على ديسكورد كده صح؟ يا عم ايوه الو لا انا مش شغال ديسكورد دلوقتي هو انا فتحت بقى ديسكورد انا مش شغال ما انا عندي ده شوف انت بتعمل ايه افتح يوتيوب كده فتحه طبعا مين بقى اعرف لا ما تضايقنيش ما انا اسمعك من يوتيوب اسمعك من ديسكورد مش هينفع اسمعك من الاثنين ايوه لا انت تسمعني من ديسكورد مش هينفع تسمعني من يوتيوب لان اليوتيوب فيه ديلي بالظبط فاهم انت دلوقتي سامع نفسك على يوتيوب ولا لا انا مش سامع حاجة من اليوتيوب لان ديسكورد شغال عندي وما بريوريتايز الديسكورد فانا مش سامع حاجة من اليوتيوب اصلا سامع نفسي في يوتيوب عم
تابعونا. ايوه صوتك راح منين؟ مش عارفك. لا مش ايوه الو الو مش انا مش هرد خلاص انا زهقت. كبير انا سمعت كل you
برضو شبير قالوا كمان وهقفل الاسكريم
وبعدين يا شباب صوتك مش طالع؟ ها؟ ها؟ ليه بقى؟ الو طلع اهو عرفت اعملها. الو الو كل ما يهز كده اقفل بقى انت مش هينفع مش هتعرف غير لما تفتح يوتيوبر تبقى يوتيوبر زي ايه. الو اهو عرفت اعملها صوتك انت راح. اهو صوتك طالع اهو سامع مش هينفع مش هتعرف غير لما تفتح يوتيوبر. الو انت مش سامع؟ الو يا مهاب طمني انا انت لما بتسكت كده بقلق. صوتك انا ماشي ارجوك. راح فين يا مهاب؟ الو هتقفل وتروح على البارتي بتاعت البي اس ولا هتعمل ايه؟ نقفل البث كفايه كده النهارده بس. ما ردش عليا قدام الجماهير.